طيب قبل ما اخش على منتخب مصر كده ونعيش مع منتخب مصر والمواجهه الكبيره مع المنتخب الكاميروني، انا بفتقدك لما بلاقكش في الدوري بستغرب. يا جماعه الراجل ده مع كل الفرق اللي اشتغل معاه هو نجح، حتى لو ما نجحش على مستوى الارقام، يعني ممكن تهبط فرقه او حاجه، بس بيعمل نتائج في ظروف صعبه غريبه جدا ما ينفعش تتحقق. ليه ساعات بتختفي؟ ليه ساعات ما بتبقاش موجود؟ والله يعني انا يمكن حظي قليل شويه في بعض التجارب بتاعتي، يعني بتبقى دايما صعبه، وان كان انا بستفاد منها خبرات كتيره، لكن احيانا بتجيلي بعد فوات الاوان، يعني بعد ما تكون الامور بالنسبه لهم شبه يعني مستحيله. يعني زي تجربه الانتاج الحربي الاخيره، نادي الانتاج الحربي لما مسكت الفريق يعني الدور كامل الاولاني معهوش الا 9 بونت، يعني فالامور صعبه، يعني صعبه جدا، يعني ما فيش فريق صعب، انت ما خدتش حاجه. كان بيتقال من الدور الاول انه هبط خلاص بالظبط، والدور الثاني حصلت حكايه. الدور الثاني احنا يعني عملنا اللي ما حدش توقعه بصراحه، يعني حتى اللعيبه ما كانتش مصدقه، ومش عايز اقول لك كمان يمكن اداره النادي ما كانتش مصدقه ان احنا ممكن نقعد. ويمكن الفريق ما حصلش نصيب في اخر مباراه لينا، وكانت مباراه احنا اللي كسبانينها. يعني اقول لك اخر 10 مباريات مثلا، تخيل بيراميدز، انا كسبان بيراميدز 2-0، يعني بيتعادل معايا في اخر دقيقه في الماتش. كنا كسبانين الاهلي لحد اخر 3 دقايق في المباراه 2-1، وكانت مباراه يعني الناس كلها شافتها وادينا اداء قوي جدا. كسبنا المصري في المصري، حولنا النتيجه من 2-0 3-2. كسبنا المحله، كانت كسبان اهلي وزمالك، كسبناها 3 في المحله 3-1. كسبنا المقصه، المقاولين اللي بيتعادل معايا في اخر ثانيه بيلين، نفس الحكايه الجونه، ما حدش كسبنا في اخر 10 ماتشات يمكن الاهلي. انت كمان في لعيب نورته بشكل مش طبيعي، مصطفى البدري. اللاعب ده انا اتصور لولا الظروف اللي حصلت له كان ممكن يبقى بسهوله جدا في قائمه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، كان يعني عمل اداء مش طبيعي. يعني بص يا كريم، يعني الحمد لله بفضل الله، يعني يمكن دي تحسها معايا في فرق انا مسكتها. يعني مصطفى البدري اصلا من اول الناس اللي لعبتهم في اسوان، يعني مصطفى جه نادي اسوان وهو من كيما اسوان، وكان يعني من رابع المستحيلات ان هو يخش في الفرقه، كان صغير. لقناعاتي ان هو لعيب امكانياته كويسه، وانا كنت مهاجم واعرف امكانيات المهاجم كويس قوي، يعني ساعتها يعني حصل الدفع بيه وتألق، وبدأ مصطفى البدري من حوالي 5 سنين مع الأسوان، لما كنت في تجربة أسوان من 5 سنين، وجي معايا لعب معايا تاني في الإنتاج، ووظفته في المكان اللي يناسبه هو، صحيح، اللي هو يقدر يجيد فيه. فتوظيف اللاعب هو ده المهم، ممكن يبقى عندك لاعب كويس قوي لكن انت مش عارف تاخد منه حاجة. مصبوط. فمصطفى وظفته كويس جدا، هو أمادو نياس اللي هو بيلعب دلوقتي في المقاولين ومتألق معاهم، فالاتنين عملوا لي فرق كبير. ويمكن مش مصطفى البدري بس، يعني يمكن يعني من الناس اللي اصريت ان يجي مصر رزاق سيسي، يعني ده ابني، يعني لما يشوفني يقول لي ان شاء الله بابا. طبعا. فانا رزاق من الناس اللي لفتوا نظري رغم انه كان سنه صغير جدا. وغيره يعني كريم الطيب في اسوان، وكان ابراهيم جلال تالق معايا، ولاعيبه كتيره يعني الحمد لله. وبفضل الله يعني لما بخوض تجربه، وحتى ما بيحصلش، يمكن هي التجربه الاخيره بتاعه الانتاج، والحمد لله عملنا منها حاجات كتيره، بتلاقي لعيبه ما كانتش في الصوره اتباعت لانديه كتيره، يعني مصطفى البدر راح النادي الاهلي، امادو نياس المقاولين، علاء سلامه فاركو الغنام فيوتشر، لعيبه كتيره، معظم فريق المحله ده نص الفرقه من عندي من الانتاج الحربي تالقوا. فالحمد لله يعني كانت تجربه جميله، والحمد لله يعني انا استفدت منها كتير، وان شاء الله يعني ربنا